انك انت العليم الحكيم. خالق عالم دو قرآن پیروز دو سوره یاسین آیت 13 و 15 دا وها امرتگه. وضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء اهل المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. بله. وضرب لهم مثلا ربي عالم ادبي جوان را ضرب مثلا مشرك مكيرا ببيجه مثلا كيجي اصحاب القريه مثلا اصحاب القريه او بيجي شو قريه قلت انطاكيا كو الشيء يعني بتعبير ايرو ام بيجي مثلا ارشاد اكيبيا حضرت عيسى دحبا شان دي جحواريه خو اوانا ايمان بي نانين وانگرتن اكرنا حفسي ايجا باش حواري رئيس وان كو شمعون شان دي و اندي لسر دستي وي هم واني دي بردانا و هاتنا ايمان ايكو هاتنا ايمان هاتنا ايمان ابي كوناتنا ايمان رب العالمي وان هلا كريه مالي اصحاب القرية ايجا اذ جاء اهل المرسلون وقتی که رسول جوان راهاتن الچی جوان راهاتن آوی مسئله جوان را بشه جعل مکی را ببشه. بله از ارسلنا ایلیه نسنینی وقتی مشان دبالوان با دحبان دحب رسول مشان فکذبوه ما بانا تکذیب وان هفت یکر فعززنا بسالس فقوینا یعنی فقوینا هما ایجا مفعول نانیه فقوینا هما بسالس يعني برسول ثالث برسول السسيا متقويا يعني فان هردو الشياكل فقالوا فانقوتن إنا إليكم مرسلون أم هاتن الشاندن پیغمبر ببالوابا ياخد مثلا الشي ببالوابا قالوا ما أنتم أليق بري دعول ده دونا تكزيبان تكرني تعزیز اب سالس شد به سالس او هدی برجی به هفراد به اینا ایلیکم نمرسل بله بله تفضل از اونم دقیق از بله قالو ما انتم الا بشر مثلنا وانا گوتن حیرا اون چما پیغمبرن علاقه وو و خدا به هم رات نه اون جیکی بشری و کامنه اون چما یعنی مزناتیا خور سری مت کن اون افندم جتارب خدا تشتک جی مراتی ناظر کردن کونه چی خدا بودا بر ملکت باطنا و سایر و ما انزل الرحمن من شيء یعنی جتارب رحمان دا تشتکی ناتی شیاندن جوارا این انتم الا تکذبون و نین الا حاشا و انسانی دلو دكن و نراس خبردن و نرسول بله ام كا جوا نسب تفسيرا سيده كشاف كا سيده كشاف ايجا چل بيجه وضرب لهم مثلا جوانا بيجه ضربوا مثلا بله ومس بله ومسل لهم مثلا يعني مثلا دي ماكي مفقول متقش بنا فعلا كان مقدرا يعني ومسل لهم مثلا أبيا من قولي مش قولي عربة بي عندي من هذا الضرب كذا يضرب بمعنى مثل دورم بله يعني تضمين تذهب البي وأضرب ومثل ماني وقتركو أضرب بمعنى مثل به مثلا ويقوي وأضرب لهم يعني مثل لهم مثلا مثلا تمام أو تضمين يعني أو شغل ديما كي وأضرب بمعنى مثيلة مثيل لهم مثلا واضرب لهم مثلا ملي أي من هذا المثال أجب مثال هاني مثلا أصحاب القرية كنت جرى من وراء مثال كي بيجي وهذه الأشياء على ضرب واحد أبان تشتا لسر ضربك واحد يعني لسر أرنك كي عيني تشاشين عيني تيب عيني شكل يعني أوجي إجا على ضرب واحد يعني على مثال واحد على مثال واحد أي على مثال واحد واحد ملي والمعنى واضرب لهم مثلا جوانا ضرب مثلكي بيجا مثلكي يعني مثالكي
ما او او مثلا شي يجي مثلا اصحاب القريه ماذا بيش في مثلا بكم مثلا اصحاب القريه اي شو تجونا من اي اسكو نعم يا يا شي اشتريت كير اشارت كيكو اصحاب القريه مضاف اليه جبر مضاف كي معزوف راكو مساله اب مساله اب اصحاب القريه دبا بدل شبيش مثلا يبقى بحسوا مضافك يكون مسألة خش جزاك الله خيرا أي أذكر لهم قصة عجيبة قصة أصحاب القرية جوانا الذكر بك قصك عجيب يعني يقى قصة يعني قصة دقات شكيجية وقصة شيء قصة أصحاب القرية والمثل الثاني بيان للأولي شو بيجا واضرب لهم مثلا يعني واضرب لهم مثلا مثلا اصحاب القريه دي بلاش بشبا بلاش بشبا اول ما مثلا دي دي بلاش بشبا اول وانصاب ايس بانه بدل من اصحاب شري نوبي بدل بعت في بيان وقت بدل اصلا شو بعت في بيان وصاني بيان للاول عطي بيان عفوا عفوا ولا خبرت يوم بدل عطي بيان شو بريون امن امن وكه من يعني كيف جي هذا وصا بهذاك الشيء فرق وان دنا بين وان ده موني لبيب فرق شتك نو صا يعني هندك يعني ها بني اصلا ام دامتك وان صابوا ايز بانه بدل من اصحاب القريه اذا شما منصوب اجي او اذا بدلش بش اصحاب القريه ما أو أصحاب بدش بأصحاب القرية إذ جاءها المرسلون والقرية أو قرية قرية أنطاكية بتعبير إيرو جيراد بن تشي جيراد بيجن هاتاي ماني والمرسلون تبيجي حطاي كلمة كتاب تبي حطاي غير مشروع بأنطاكية أنطاكية مشروع نابوي أصلي أنطاكية يعني أزولم بصايا يعني جوي هفارجي بزامل يعني بنوبه ايرو مشوق انطاكيا بنوبه ايرو جهطايه بله بله بنوبه ويه بله انطاكيا ويه بله والمرسلون مرسلون يعني اني زمان مملكه سلمان الفارسي سلمان الفارسي فارس شما جوين ريه ببيجا قنا بي كلم سلمان الفارسي وقتا في شباب خرابية يجي قيد دركتية هاتية نينوة يجي ودري هاتية موصل يجي موصل هاتية نصيبيني جو نصيبيني جي مدكي فرمايا هاتية ويشان دي باتريكي نصيبيني ابا ديرا اوكو ديرا موردان بشيكي ديرا لو داري او جي رادبا ويدشينا انتاكيا جي انتاكيا جي بي ادمرم دياري او پیغمبر اوكو جيتي باسكيني تي خبرات بيوي دياري انا زماني ويكو جي مكي هاتية مديني هرش قراخ بيني وي مالي يا الله والمرسلون رسل عيسى صلوات الله عليه إلى أهلها يعني ألشي عيسى قاصد عيسى صلوات خدا لسربن قشان دي إلى أهلها يعني إلى أهل القرية أبي أشي ما وصلت هاي الكرسي ده مرسلون يعني مرسلون كينة مرسلون جمع شغل مرسلون جمع ما ارسلنا دبيك سيدا يعني لما قصد رسول خدانا رسول عيسى اذا اهل مرسلون وانا مرسلي خدينن اما يعني اوار ايب خدي وان كربية پیغمبر وانا ناول وانا اشترى في پیغمبر خديك عيسى يا وانا رسول پیغمبر خدي انا رسول خدي تمام استفهمتكم اما هنك بيا احتراستك يعني دبين ايكو دبيجن پیغمبرن جی هنه جی مفسرا قطاده والله الان قطاده جی مفسرا وی تفسیر کریه اوا گوتیه کو یعنی ایوی کشونه با اهل انطاکیا و او رسول عیسانه فلان یعنی ای کو یعنی گوتنه آیت نه نته لسر رسول تیا وانا رسول عیسانه آیت یعنی نه نته لسر وی یعنی دبه کو یعنی رسول خدا بن جی یعنی چونکی آیت ناوی وان تشتکی تنه هنی فقط قطاده پشتی گوتیه هنی مفسر پیوی وان جی تب عینی گوتنه سرا قدوی
صبرا بإيجاها هاتي أهل بقرية المرسلون مرسل إيه قاتنا شياندن يابان شاندنا نش طرف خليد هاتي شان نش طرف عيسى هاتنا شان وزما رسول رسول عيسى نه برا أشتاف عم تكلم تجي قداري من جيبك يا زغلام تمام من 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 باشا تفسير تجي نهيرتي أبي كبي تفسير زمخشري كج قتادة دقرة دشة أب قرش تشل قتادة قراصلة أبي كبي قبول ناكل جم بفسر جي هنا أما أزبني كود بجي إز أرسلنا إليه مسنين يعني نو بجي إز أرسل إليه مسنين دوه داره دا تامي بمشان ديا يعني تدكاري بجي اشترف خدا بجي نا نا أنا دقاكي أم دفرد أم خوزن كو أم جرشا مفسرة بهر بدل خبردار كرن آبای مفسری که اول جد بیشین هنر گلی ها ولی های وجیه بهش خواه لیر بنیرن آه بیتی گیتی و کشن شخواه تی نون سانون دیا خدیه و چون بله بلا از ارسلنا جی وقتا معنی بکی دو بی رسول عیسانه ارسلنا یعنی کد بی موانشان دیه ایلی مبالوان و ایستین مدتیاشان دیه أبي أنا كذي يعني ما بوانا بعيسى بواسطة عيسى ما وانشان يعني كو الشيء الشيء في غمري خدا يعني كو بالانتيا ما بما في هي دي ما كان الله منا قال يورا سيدا أذنا يا أول نكو ناي معنا كرين أما إيكو أواجه معنا ذي كن هنا شو ما إصرار كل سنة أنا لا ما بالك في كم سنة معنا كم وقت معنا أنا بم إلا أواجه وإلا أواجه وصنابش ما يعني إيكو أواجه معنا ذي كن هنا قد يوش بلي بعثهم دعاة إلى الحق بعثهم يعني بعث عيسى هم مرسلون حال كونهم دعاة داعين إلى الحق دعوة شبه الحق وكانوا عبادة أوصان وكانوا يعني وكانوا أهل القرية عبادة أوصان عبد بوتابون أرسل إليهم اثنين فلما قربا من المدينة رأيا شيخا يرعى غنيمات له وقت نزي أبي قندي أنطاكيا دبين بالشهري دبين يكي يا اختيار كوفاي هنكي حيواني ويهنا ودشرينا وهو حبيب النجار صاحب ياسين أبي كسيبية فسألهما فأخبراه جوان تبرسا خير بي نبي زولان شما بجي صاحب ياسين صاحب ياسين يعني سانكي يعني أوجي نابي نابي ويا ناس بني صاحب ياسين يعني تديد وقتكو فيلم كي شد كن بجا قهرمان بي فيلمي فلان كسا يعني قهرمان سورة ياسين جي حبيب النجارة ها أبي ميركي أبي ميركي تاوي كوي خسنا بي كشتنا جي وقتا كوشيا جنتي ديسا جين قلت يا ربي تخرمي من ببيك وخوي طالع خنجي مكليا مكليا جنتي قومي من بدي ساكرني بلكي او يشغل ايماني بين جدي عزاء جهنم خلاص بين قنانا يعني كو ابي انساني تبك وقومي وكشتي جي ديسا جوانا دعا كريا جبوبي ابي انساني حياتوي فرتشتكي الجنجة خوي طالع كش مراد بيجا ام دمكي مسلمان ولارا ولو أهل ملمة عدي بكن ظلمي بكن جي بمكي أمجي جرى دعاة خلق حقية بن لما تعدي تكني برقبه كني يتركي برا إنسان جريا خدي بريا خدي درك بريا خدي أم مثلا آمين يا ربي تمل لبي ريا دعوة فاني دين خو ببي أوج بي ريا ونقتني بلى فسألهما فأخبراه فقال أمعكما آية أبانا بشتي جيراد بيجين حالو مثلا ما أبا أم قاصد عيسى نه وأم هاتنا دعوة توحيدة كان ودعوة بار توحيدة كان أبي أجوانا دبي كا علامتك معجزك وهي فقال نشفي المريض ونبرئ الأكمه والأبرس أم نخش باش تكن وأبي كو أكمه بن أكمه يعني أبي كرولال بن نوصا قال يا بابا دقيقي اكمه والله اعلم اكمه اول نقي
اك ما ادم قاي ابي ابي كارولال من ابرز شي ابي كو برس يعني اكل وان كتيا ابي كو يعني اف اويوس اويوس كنت بيجي تركي جرال بيجن يعني كوسا جاني وان الرجيت كي جاني وان اوتما اك ما ابي صاد جكور الناس بني مدام دو ما كور سيدا ام ابي كور و باش تكن جمن تشعب تكن و ابي كو جاني وان وصادريه وان نخشين ليها بقى ما جيت باش بارس ايكو تاوان تمام ملك ده ملك جون ايوان وانت حبس كني سبيتشول كي دبا باشي او دريه وان او دبا بي دمرن يعني بوين نخشين بنا مالين وكان له ايروب تخمينا صدات بيش جلا صدات ملك صدام بيش وكان له ولد مالين دبا دبا زولان النبي تركي زان وكان له ولد وكان لحبيب النجار ولد مريض سنتين يعني منذ سنتين جل صلاة صبيك هي جرنا خش بيه فمسحاه يعني فمسح الرسولان هو ومريضي فقام يعني فشفى وقام فآمن حبيب النجار بهما وبدعوتهما وفشل خبر يعني خبر مثلا طب وانو وبيت رويا وان بلابو فشفي على ايديهما خلق كثير لسادة سيوان جلك خلق بر هاتن تشكرين هاتن تداوي كلم ورقية حديثهما الى الملكي اندي بلند بو دنجي خبر وان بحثوان حتى تشوكيش السلطان جي وقال لهما جو جبان هر ديارا الانا الهن سوى آلهتنا قيش غيري أم إلهك أم أنا جرى عبادتك أفوت سلامك أم جرى جغيري وينك إلهي ما يرجي هنا شكي سعنا كليا ويقول قبولناك قال نعم أول من أكي أبا من أوجدك وآلهتك إيكو تو إلهي تتب آفران دي أو إله فقال أو شغي في ملوكي جو حتى انظر في امركما يعني لو كان انتظرا حتى انظر في امركما كاب بس لكن حتى از هنكي دفكرم دحقي وداد حقي دول ما ولا فتبعهما الناس وضربوهما انسان ذا بيوان ولو اخصلا وان اشهد بذكر وقيل حبيسا قيل بيقوتي اعطنا حبس كرم ثم بعث عيسى عليه السلام شمعونا اول يعني معززا لهما فدخل متنكرا أبيا يعني فدخل القرية متنكرا يعني على وجه لا يعرفوه يعني بالشكل كي وصى كويناز نذكرا يعني وصى يعني متنكرا نوكي وان هل دي كواتنا مع ولد الدعوة فذكرنا أبانا وستناكر يعني وصى بقي خشوة الدعوة أوكر يعني خو دعواتي ودعوة خنيشان ند وقا وطن داشا كي نورمال شيا ما شيا كتيا نبا يقوان ها وعاش الحاشية الملكي إجا أبيا يعني أبيا سيرا تبليغي بريكا دني بشكل كي دني رابية مشان ديه أبانا شو نشون مثلا جملة رابون دعوة خو أشكرا كرن هي ملتي وان قبول نكرو فانا رابون قوتن الملك كتتبي ملوك كتن علي وان إجا أبيا شو شواكر أبي كل حاشية ملكا يعني أبي كل مثلا أمبيجن وزيري وينا و بردفكي وينا و نامالي وينا وسائلا أبانا شواكر وانا بوان رم عاشرة كل هبالتية كل حتى استأنسوا به حتى بول هبالو هو قريبي ورفعوا خبره إلى الملك ورابون وانا شواكر خبر اوي برين جرين غاند الملوك والله انسان كي اوا بشكل جلك زانا او باي هيا فانس به يعني فانس الملك به ملوك جي بيرا هبالو هو قرتيه كت فقال له يعني الملوكي فقال شمعون له للملوكي ذات يوم ها بلغني انك حبست رجلين خبر جيشت يمن كنت دحب انسان حبس كريه فهل سمعت ما يقولانه قد تسعكرية بارات شد قوتنا ما تربوها برقابة عفسي فقال لا والله قم قدرية وانجينا كرية
حال الغضب بيني وبين ذلك والله أوسع عاجز بوم أب عاجز بونا من فرصتك وأز قدرية وانجبك ندامن يعني بو 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 بردة بو أنجل دنا بينا من وان ده هما ديرك أجوان عاجز بوم وان أبد حرس فدعاهما يعني فدعاهما عندي وقت في أوسع جو ملوك رابو غازي وان هذي حبسك الجو والله وكا كوفيجا خبره فيها جاو تشكا براز وان قدريك فقال الشمعون شمعون جو من أرسلكما جو كي وشان دي قال الله الذي خلق كل شيء وليس له شريك أو خدايك وهر تشتي آفران دي و شريك يوجي تنه لباها بالكي دنجي زاروكتي فقال صفاه وأوجزا جو كا بحثا وي إلهي خبكن أما يعني وصا فردريجنك نعم قصة أز كبحثوي مختصر أورق بحثوي إلى يخبرك قال يعلم ما يشاء ويحكم ما يريد شب خوزتك أو إرادة شجبك حكم دك في حكم دك كسنك على مانعي قال وما آيتكما كمعجزة كون حقلين معجزة وشيء قال ما يتمنى الملك قوم ملوك شب خوزم قارن بكن فدعا بغلام مطموس العينين دبي يعني صبيه كي آن الكو هر دو شعبي بي جزك ماكي دا وصا شعبي كورن فدعوا الله حتى انشق له بصر ابانا دي دعا كرن حتى وصا خداي تعالى دجي شعب دا اوصا شق كر ورابو شعر دويت دليل ذلك وأخذا بندقتين فوضعاهما بداد مطموس العينين قريب بيجي مطموس أزولا جزك ماكي دا أول دوز بيا جي شعر يتنى بيا جي شعر تنى تمام سلم حتى إن شق له بصر ما قلت شعر ذلك وأخذا بندقتين فوضعاهما في حديقتيه اولا رابو جو چعموري وكا چعر چه کرن او داني کرن برن کرن چيه وي چعري کرن جيه هر دو چعري بندق سيدا بندق اساس شمان گلية فرماهن آجمار اتا قد او بندق اما بنا بني دبي و اقضاء بندقتين يعني اتخمين دكم مدجي كي داگي يعني بنا جحرية چه نكرن بني نورمال ده بندق نو فندق اويا عجبا نا فندق نخصنا چاوه ودا والا بندق بندق خبر اصيدا اتغمين تكيب ناوه قلني اما شخا ام بني رن زعمت با نقك سيدا بندق نو فندق اويا جي عجبا يعني تبجي بي وقتي ده فندق تن نا فندق جي كو گروبارا يعني بشكل چاوه باسا فندق اخوات فندق ده فندق بيتكسي مرميش دي مرمي هو ها مرمي بخويا يعني عليكو بنزميشي و يعني شعر دبا وكا مرمي دحا مرمي رابونا كلنا جي وشعرين فكانتا مقلتين ابان هكو شعر يبون مقلتين يعني وصا بقاباخ ينظر بهما وبوان دنيرته فقال له شمعون فشمعون جيراغو جبي صبيرة يا نا باردو فقال له ملك را شمعون جملوك راغو أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل هذا فيكون لك وله الشرف قو ياوت نابا تجي جي إلهي خرابيجي أو جبرا تشتكي أوا بين ميداني تلقاشي وانا هو محجوب نبي برا بي شرف وانا اشترى بجي اشتباي اوانا جي الهي خود خوزن و الهي وانا بك شعبه انسانا باش تكه تجي جي الهي خورا بيجه برا الهي تشتكي اوا بك امي شرف برا اشترى بجي قال ليس لي عنك سر ليس لي عندك عنك بارد ليس لي عنك سر نبي بشاري كمش تتنه ان الهنا لا يبصر ولا يسمع تزاني ام اله ما ندبين نساعدكن ولا يضر ولا ينفع
نكارا ولا نزرارا ولا وكان الشمعون يدخل معهم على الصنم فيصلي ويتضرع به أبياجي يعني دعوة ماني إسلامي آيري درس أكيد ده يعني وقت دعوة إسلامي بك يرى أول رياك خب إنسانا بدأ قبول كرني خش شك بصامه بلي يدخل معهم على الصنم بورا تشوبا بوتيوان فيصلي سيدو هم كيزو كرباز ببا نخوا خلاص نوبه إن شاء الله تام فيصلي ويتضرع ويحسبون أنه منهم وصا زاربان يتكر بورا لميش تكر حساب تكر حتى أنه منهم أو دبو يكشوان ثم قال دو بايدا قو إن قدر إلهكم على إحياء ميت آمنا به أجل كو إله و قوته ويهبه لسر ساخرنا مريم إيمان ببين أبي الشمعون جمعون يعني الشيء سارة عبدالله شوان هدب دو بايدا قو أجل إله و كارم مريم ساخ بك أمي أو بكن أمي في إيمان بينا فدعوا بغلام مات من سبعة إلى فدعوا أذن بلكي قسم قال بلكي ملوك جي جوانا ربط با نشم عمه فدعوا بإيجاوي قال شمع جي بها باليو فدعوا فدعوا أنا فدعوا قازي كلا فدعوا أو قوم أزبني فدعوا له يعني ولا فدعوا أبا هردو فدعوا بتبي شمعون أري فرقتنا أيام يعني ياكي حفت روبية مريبية قاضي صبي أكيد كل فقام أبي صبي راضبة وقال إني أدخلت في سبعة أودية من النار من كرنا حفت نوالج آقر وأنا أحزنكم ما أنتم فيه فآمنوا أو دورما كون أنا في الشركة كون تدانا أزوى هشياردكم أزوى زنهار دكم دقاطي مشهورة جيب فتن الإمام بين وقال فتحت أبواب السماء أبي أبو دري آسيمانا ببول فرأيت شابا حسن الوجه من جين جاكيك روي وخشك دي يشفع لهؤلاء السلاسة شفاعتي أمان هرسيات كلمة دي قال الملك ومن هم أبناك هنا قال الشمعون وهذاني أبي أبو الشمعون وأبي شمعوني وأبن هرسيات فتعجب الملك ملوك فرعجين ما اوه هي تزا قونما فان كسا فعم كلكم الشمعون فانا يكن فلما رأى الشمعون أن قوله قد أسل فيه الشمعون وقت يكو دي قوتناوي لملوك تأثير ذكا نصحه اوه تشاخي دس بنصيحاتك دعوة فانا إسلامي جرع أولي مخاطب خو بزنبا كنت تشتي جيرا ببجا قبول ذكا وقت تشتي جيرا ببجا قبول لك جيرا ببجي هوايا فآمنه أبي راتبه إيمانتينا ملوك بشتيكو شمعون دبينك وقوتني ولي تأثير ذكين ودس بنصيحتك ملوك إيمانتينا وآمن قوم وقوم جي إيمانتينا ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل عليه السلام فهلكوا أبيكو إيماننا هنا حسي جبرايل بيك قيرينك وانتبط كشه فعززنا فعززنا يعني فقوينا ما تقويك يقال الإجا عززا بمعنى يعني قواتي المطر يعزز الأرض دبل دا تفهم كرينيكي أواني كيمان نانينا حضرت جبرائيل خيرين كيلوان داتقا تب دمرند تشن إلاك دبل بلي بلي إجا عززا بمعنى قويك تي دبيت شي المطر يعزز الأرض إذا لبدها وشدها وقتكو باران عريب بجدينا ماذا شيء ماذا عزز المطر والأرض وتعزز اللحم الناقة أبوشتي بيدا بيس جديا يعني خرط بيا وقوني أبي التخفيف فعززنا جيات يقولن من عزه يعزه إذا غلبه إجا معنى غلبته إجا أو تشارت شواد به أي فغلبنا وقهرنا إجا خداي تعالى ما غالب آني وموان موان يعني ما هو مغلوب كده بكي بصالسين بأبس السيام وهو بأبس أمين وهو شمعون أو شمعون فإن قلت لما تريك ذكر المفعول به مفعول به شما برضاعات يترك المفعول به يعني قرب قلت فعززنا هما بصالسين فعززنا هما بصالسين ما تقويا وان هرديا كرب السيام أو هما ناطية
قلت لأن الغرض الذكر المعزز به أمك وأبك وان تقوية كريا أصل أنمني أوى إيه صالصة وما الشمعون وما أنش بلوي مفعول مفعول نمقصودة مفعول تتذكر نرك نكش كلامية وكيك ونظان وما لطف به من التدبير وما لطف به من التدبير حتى عز الحق وزل الباطل وزل الباطل أو أنمني أوى كأبيا يعني پر بلطف و بزانین رابی حرکت کریه حتی حقی عزیز کریه و حتی که یعنی غالب کریه و حتی باطلی زلیل کریه آن اونمی اوه یعنی که شمعونه و او تشته که شمعون کریه آن اونمی اوه یعنی لأن الغرض ذکر المعزد به ولأن الغرض ما لطف فيه من التدبير وإذا كان الكلام منصب منصبا إلى غرض من الأغراض أجل كلام ما ولا فالكرن ببالغ آماجك هدفك هدفا جعل السياق له أو شغي سياق عبارة بلي خلدوي وتوجه إليه أو عبارة يونلمش بالمبادة إذا برداشي يعني مقصود جبه آیت وکی که ما گو یعنی خدای تعالی دبه اشتا دعوه اسلامی جاره که به بی شکلیاتیه کرن باشاری نکریه جاره ده دیا آبه بی شکلیاتیه کرن باشاری کریه او عباره دخوزه او تدبیرا دعوه اسلامی حق و عزیز بیه باطل زلیل بیه به تدبیرو و به لطف و لطافتا شمعون بیه بله كأن ما سواه مرفوض مطرح اج غيري مثلا او مفعوله صان كي اعطيه تركرين واعطيه اويتن لما مفعول ناطيه ذكركرين ونظير قولك بنزل بيا وقوتنا اعطاك البشي حكم السلطان اليوم بالحق يا السلطان ايرو بحقي حكمك يا ما تشتكي كريه شيء نايبود الانمي اوا تشتكي كريه حق شكريه نايبود الغرض المسوق إليه أو غرض كتبه قوتنه سوقتك بالفا شيء قولك بالحقية تشتك كريا حق جرشك ماله فلذلك رفضت الذكر المحكوم له أو أبيك جراها طيح حكم كن والمحكوم عليه أبيك حكم عليه لا طيح كن انت هبدي اشتك كريا يعني جي أحمد را محكوم له يا نابي بجي أو أمجي مثلا محمد جي محكوم علي أن أو نونا منه هذا يجينا قطية شيء نونا منه دبر ده شيء دبر ده بالحقية أما عندي وترنس كتير إنما رفع بشر هنا ونصب في قولي ما هذا بشرا أبدا دبر ده آية ما تشبه آية ما مجو قالوا إن إليكم آية دعوات بشيدا آية شو دبيكي فقالوا إن إليكم مرسل قالوا ما أنتم إلا بشر ما أنتم إلا بشر إجا ما هذا بشرا إجا شما دبردا بالرفعية وسورة يوسف آية سوية كده بنسبة بشرا أمي بيجن لأن إلا تنقض النفي إلا نفي تشكينة إلا كما أقول إلا نفي إشكان فلا يبقى لما نفي ما يدشكينه فلا يبقى لما المشبهات بليس شبه عندي او ما بمعنى ليس كل نفي او يهات اشكاند عندي جعمل يورا حكمك نما نوصى المشابهات او يا نفي تيرا نما او المشابهات رابو رابو فلا يبقى لو عمل دمك اني بما بتوا خبر نوصى بدأ عملنا كمان بدأ عملنا فإن قلت أجبت بيجي لما قيل إنا إليكم مرسلون أولا وإنا إليكم لمرسلون آخرا يعني لسر خبر إنا يك لا ماطية شما دي باشين دا لأن الأول ابتداء إخباري سري خبري سري دسبيكا خبري أو بلا ماطية وثاني جواب لحن إنكاري إنكارك هي إجاد جواب ويدا الجواب هو إنكار دا لام إجابتك ولا تأكيد كرن لما لاماتية أما إيه أول هي إخباره إن إليكم رسول دبي أم رسول
ای اوان ایک بجه ما هم تو بیلا بشر میسونه این کار دکن رسول تیوان وقتی این کار دکن اوانا لازمه ایجا یعنی به شکل که دنه موسا به تأکیده ببجن جمونا قوه این کار اوان را به جواب یکسا قوه عینی وی چیتی خواهی بره تکرار بکن نابه لوم اکو لمرسلون به تأکیده آتیه بله به صبر و گوداری کر خود خیره و مزن که زیده وقتی منه چیه؟ ساعت همه 35 دقیقه منه باس بیه منه چیده که کون بیشن بس برال بربه